السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لفرض المرحلة الرابعة، الفرض الثاني في الدورة الثانية مادة النشاط العلمي للمستوى الثاني. إذا نبدأ على بركة الله. السؤال رقم واحد: أملأ الفراغ بما يناسب، حيوان بري، حيوان مائي، حيوان برمائي. إذا الحيوان البري هو الحيوان الذي يعيش على اليابسة، الحيوان المائي هو الحيوان الذي يعيش في الماء، الحيوان برمائي هو الحيوان الذي يعيش في اليابسة وفي الماء في آن واحد. إذا الثعلب، الثعلب حيوان بري يعيش على اليابسة. الثعلب حيوان بري. التمساح حيوان يعيش على اليابسة كما هو يعيش في الماء. إذا التمساح حيوان برمائي. إذا حيوان برمائي. السمكة تعيش في الماء، إذا هي حيوان مائي، حيوان مائي. إذا الثعلب حيوان بري، التمساح حيوان برمائي، والسمكة حيوان مائي. التمرين رقم 2: أحدد النظام الغذائي للحيوانات التالية: لدينا الأسد، القنفذ، والكنغر. إذا يتغذى الأسد على حيوانات أخرى يصطادها، فهو ذو نظام غذائي. إذا الأسد يتغذى على حيوانات أخرى يصطادها، إذا فهو ذو نظام غذائي لاحم. إذا الأسد نظام غذائه لاحم، إذا لاحم. يتغذى القنفذ على الديدان والعناكب والجراد وكذلك الفواكه الناضجة، فهو ذو نظام غذائي. إذا الحيوان الذي يتغذى على الديدان، العناكب، الجراد والفواكه الناضجة نسميه حيوان قارط، نظام غذائي قارط. إذا يتغذى القنفذ على الديدان والعناكب والجراد وكذلك الفواكه الناضجة، فهو ذو نظام غذائي قارط. يتغذى الكنغر على النباتات، فهو ذو نظام غذائي عاشب. إذا الكنغر يتغذى على النباتات، إذا فهو ذو نظام غذائي عاشب. السؤال الثالث: أصنف المواد التالية في الجدول حسب حالتها. إذا المواد صلبة، مواد سائلة، ومواد غازية. إذا الزيت، الزيت سنصنفه في خانة المواد السائلة. زيت مادة سائلة، إذا مواد سائلة. رمل، إذا الرمل مواد صلبة. إذا الهواء، الهواء هو مادة غازية، إذا سنصنف في خانات المواد الغازية. هواء، حليب، حليب مادة سائلة، إذا سنصنفه في خانة المواد السائلة. حليب، مسمار مادة صلبة، إذا في المواد الصلبة. إذا المواد الصلبة الرمل والمسمار، المواد السائلة زيت حليب، والمواد الغازية الهواء. السؤال الرابع: ألون المصباح في الحالة الصحيحة التي سيضيء فيها. إذا سنلون المصباح الذي سيضيء، الحالة التي سيضيء فيها. إذا لاحظوا معي هنا المصباح غير موضوع في مكانه المناسب. إذا هذه المنطقة في المصباح يجب أن تكون على القطب الموجب. إذا لدينا هنا المصباح غير موضوع في هذا المكان في القطب الموجب أيضا. إذا لاحظوا معي الحالة الثالثة: المصباح موضوع بالطريقة الصحيحة، إذا المصباح
سيضيء فقط في الحالة الثالثة، الحالة الرابعة، المصباح غير موصل بالجهة أو القطب السالب. إذا المصباح سيضيء فقط في الحالة الثالثة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.